دكتور جمال عمر، باحث متخصص في شؤون القدس، مرحبا بك. مرحبا بكم وبمشاهدينا الكرام. نتحدث معك عن موسم الأعياد اليهودية، هنالك اقتحامات غير مسبوقة، اعتقالات بحق موظفي الأوقاف، إبعادات للنشطاء، ما الذي يحدث بالضبط وأيضا مقارنة بالسنوات السابقة؟ مع تطور التحول الديني والتطرف الديني لدى اليهود أصبحت الأعياد مناسبات للتنكيل بالفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، وأصبحت مناسبة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ولدعوات الجمعيات التي سمت نفسها جمعيات لأجل الهيكل، وهي 27 منظمة يهودية يمينية متطرفة تدعو أتباعها لاقتحام الأقصى والصلاة في الأقصى، وتنشر صور المصلين وتقدم إنجازاتها باعتبارها إنجاز لا يمكن العودة عنه للوراء. وبالتالي أصبح الفلسطينيون يعني يشعرون بأن كل مناسبة صهيونية تعني أن كارثة محققة ستقع في مسجدهم وتقع في مقدساتهم وعلى مقابرهم، خاصة أن يعني حدثا مثل نفخ الأبواق مثلا على مقبرة باب الرحمة يحصل للمرة الأولى منذ 50 عاما، وهذا شيء يعني متقدم جدا في العدوان على العقارات وعلى الممتلكات الإسلامية وعلى الرموز الإسلامية وأيضا على الأحياء وعلى الأموات. إذن نعم، نحن نقرأ بأن الأمور قد تطورت نحو الأسوأ ونحو اليمين والتطرف، وأنها تنذر بخطر شديد، وأن الإسرائيليين لا يقيمون وزنا ولا يحترمون المعاهدات مع الدول العربية ولا مع السلطة الفلسطينية ولا اتفاقية أوسلو، لا يقيمون لها أي وزن، بل أكثر من ذلك أنهم بدأوا يتدخلون تدخل مباشر في إدارة المسجد الأقصى المبارك وفي الإعمار في المسجد الأقصى، بل وذهبوا إلى اعتقال حراس الأوقاف الإسلامية التابعين لوزارة رسمية لها علاقة دبلوماسية مع دولة الاحتلال، إلى هذا الحد من الاستهتار، خاصة وأن الشخصيات التي تدخل الآن إلى الأقصى لم تعد فقط جمعيات يهودية متطرفة ولا حاخامات، بل أشخاص رسميون، منهم وزراء، منهم أعضاء في الكنيسة، منهم متطرفون. وبالتالي الأمور نعم في المناسبات والأعياد اليهودية بدأت أكثر سوءا من أي وقت مضى، وهي تنذر بسوء كبير جدا. نحن اعتدنا بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتقدم بخطوات نحو الأمام، خطوة تلو الأخرى، ولا تعود إلى الخلف من حيث إجراءاتها. ما هو القادم؟ ما هو المتوقع بشأن التعامل مع المقدسات، خاصة المسجد الأقصى؟ يعني في دراسات أكاديمية متعددة رصدنا الخطوات التي تقدم بها الاحتلال في العدوان على العقارات العربية في القدس إسلامية ومسيحية، وشاهدنا بأنه ما أن ينتهي من خطوة حتى يبدأ بالتي تليها، لكنه لا يمكن العودة للوراء، هو يستمر في تحقيق ويسميها إنجازات، هو ويستمر في تحقيق إنجازات تراكمية، حتى بات الأقصى الذي كان الاحتلال يستأذن للدخول إليه وينتظر مطولا حتى تأذن له الأوقاف ويكون معهم مرافقين، ويدخلون ويغادرون في أوقات محددة تحت سيطرة الأوقاف وتحكمها في كل كبيرة وصغيرة. اليوم الصورة مختلفة، موظفي الأوقاف لا يدخلون إلا بإذن سلطات الاحتلال وما يسمى بضابط جبل الهيكل، هكذا ببساطة. ونحن نشاهد هذه الأيام بأن الخطوات اقتربت من إدارة الأقصى بالكامل، وأنه يسمح للمسلمين أحيانا بالدخول إليه، يعني الصورة انقلبت الآن، هو لليهود مستباح في معظم الأوقات، ويستطيع اليهود الدخول والصلاة جهارا ونهارا وعلنا، وإعلان البلوغ وإعلان الزواج والطلاق وما يريدونه في داخل الأقصى هكذا مستباح تماما، لكن المسلمين أحيانا يسمح لهم بالدخول، بعض المسلمين وليس جميعهم، لصلاة الظهر صلاة العصر ثم يغادرون هكذا ببساطة. المرابطات لا تدخل، المرابطون لا يدخلون، موظفي الأوقاف النشطاء لا يدخلون، ويمنع المرابطين والمرابطات من التواجد في هذه المنطقة، في منطقة باب الرحمة وهي أقرب مكان لقبة الصخرة، وباب الرحمة يأتيه اليهود من الخارج ويقفون أمامه يريدون فتح باب الرحمة، هذه خطوة قادمة، والدخول من باب الرحمة والصعود عبر الدرجات مباشرة إلى ما يسمونه قدس الأقداس وهي قبة الصخرة المشرفة، وهدمها ثم بناء كنيس في مكانها، ما يسمونه هم يعني كأنه أقدس مكان في داخل الهيكل، لكن سيسبقه محطات أخرى وهي وضع الأماكن الخاصة للصلاة داخل باب الرحمة وفي حجرات باب الرحمة، وهذا الأمر ليس مستبعد على الإطلاق حسب ما نرى من مخططات هندسية ومن تصريحات من الحاخامات ومن بعض الساسة اليهود المتطرفين، باب الرحمة هو في دائرة الاستهداف الشديد. أودعت سلطات الاحتلال مؤخرا مخطط إقامة القطار الهوائي إلى اللجنة القومية للبنى التحتية، وهذه آخر مرحلة في إجراءات التخطيط، هل هذا يعني بأنه لم تعد هناك فرصة للصراع حول هذا المشروع، وكيف سيؤثر حال إقامته على المشهد الأثري للقدس؟
هناك مشاريع ما تسمى وجه القدس التي شوهت القدس من الناحية الغربية، المدخل وهذا الجسر وهذه الأنفاق شوهت المدينة التاريخية ذات العبق التاريخي من أيام السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. لكن الأسوأ على الإطلاق ليس ما وجدناه من حفريات تحت الأرض لا يراها المشاهد بأم عينه إلا إذا دخل إليها ووجدها كارثية، إنما الذي سوف يشاهده في أعلى الأقصى والقيامة، والذي سيعلو فوق القدس القديمة، والذي سيرفع الإعلام الصهيونية، والذي سيهبط من حيث صعد المسيح عليه السلام إلى السماء فوق عند كنيسة الصعود في جبل الزيتون، سيهبط إلى المسجد الأقصى المبارك، ثم سيتجه غربا في محطات أخرى إضافية. هذا المشهد المروع بكل المقاييس بالتقنيات العالية جدا وباستخدام مواد البناء الحديثة جدا يتناقض كلية مع المشهد المعماري والعمراني للمدينة المقدسة التاريخية التي يأتيها الناس لأنها تاريخية. الاحتلال لم يبقي مجال لتغيير وجه المدينة إلا واتبعه، جميع مباني الاحتلال ومشاريع الاحتلال هي تغير من وجه المدينة، والمدهش تماما أمام الصمت العالمي على تدمير حضارة إنسانية تحت حماية اليونسكو وموجودة من 1980-81 تحت حماية اليونسكو، صمت العالم بهذا الشكل هو تواطؤ مع الاحتلال ولكأنهم يدعمونه، أن تأتي المعارضة من اليهود المتدينين، هذا أمر مدهش للغاية، يعني أنه لم يبقى أحد يعارض المحتلين إلا بعض المحتلين، هذا أمر عجيب وغريب ومرفوض كلية على العالم، جميع العالم والعالم العربي والإسلامي والمسيحي أن يقفوا جميعا في وجه هذا المشروع الذي سوف يغير معالم المدينة بشكل دراماتيكي وخطير جدا. ولا يمكن أن يتخيل المرء أن المدينة العربية ستصبح كالساندويش، يعني في الوسط تحت من تحت أقدامنا أنفاق وكنس 101 كنيس، وفوق الأرض هناك محطات شرطة وبوليس ويعني حاخامات وصلوات، وفي سماء الأرض تلفريك. دكتور جمال عمر شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.